بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي. أنت الساتر عورتي والمؤمن روعتي والمقيل عثرتي. فاغفر لي خطيئتي اللهم إني أسألك خشوع الإيمان قبل خشوع الذل في النار. يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من يعطي من سأله تحننا منه ورحمة ويبتدئ بالخير من لم يسأله تفضلا منه وكرما بكرمك الدائم. صل على محمد وآل محمد وهب لي رحمة واسعة جامعة أبلغ بها خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أستغفرك لما تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغفرك لكل خير أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك. اللهم صل على محمد وآل محمد واعفو عن ظلمي وجرمي بحلمك وجودك يا كريم. يا من لا يخيب سائله ولا ينفد نائله. يا من على فلا شيء فوقه ودنا فلا شيء دونه. صل على محمد
محمد وآل محمد. وارحمني يا فالق البحر لموسى الليلة الساعة. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذيب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا ربي هذا مقام العائد بك من النار، هذا مقام المستجير بك من النار، هذا مقام المستغيث بك من النار، هذا مقام الهارب إليك من النار، هذا مقام من يبوء لك بخطيئة ويعترف بذنبه ويتوب إلى ربي، هذا مقام البائس الفقير، هذا مقام الخائف المستجير، هذا مقام المحزون المكروب، هذا مقام المغموم المهموم، هذا مقام الغريب الغريق، هذا مقام المستوحش الفريق، هذا مقام من لا يجد لذنبه غافرا غيرك ولا لضعفه مقويا إلا أنت، ولا لهمه مفرجا سواك. يا الله يا لا تحرق وجهي بالنار بعد سجودي لك وتغفيري بغير من مني عليك، بل لك الحمد والمن والتفضل علي ارحم اي ربي اي ربي اي ربي اي ربي
أي ربي ضعفي وقلة حيلتي ورقة جلدي وتبدد أوصالي وتناثر لحمي وجسمي وجسدي ووحدتي ووحشتي في قبري وجزعي من صغير البلاء. أسألك يا ربي قرة العين والاغتباط يوم الحسرة والندامة. بيض وجهي يا رب يوم تسود الوجوه. آمني من الفزع الأكبر. أسألك البشرى يوم تقلب القلوب والأبصار. والبشرى عند فراق الدنيا. الحمد لله الذي أرجوه عونا لي في حياتي وأعده ذخرا ليومي فاقتي. الحمد لله الذي أدعوه ولا أدعو غيره ولو دعوت غيره لخيب دعائي. الحمد لله الذي لا أرجو ولا أرجو غيره ولو رجوت غيره لأخلف رجائي. الحمد لله المنعم المحسن المجمل المفضل ذي الجلال والإكرام ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة وقاضي كل حاجة. اللهم صل على محمد وآل محمد وارزقني اليقين وحسن الظن بك وأثبت رجاءك في قلبي واقطع رجائي عمن سواك حتى لا أرجو غيرك ولا أثق إلا يا لطيفا لما تشاء. ألطف لي في جميع أحوالي
بما تحب وترضى. يا ربي إني ضعيف على النار فلا تعذبني فلا تعذبني بالنار. يا رب ارحم دعائي وتضرعي وخوفي وذلي ومسكنتي وتعويذي وتلويذي. يا رب إني ضعيف عن طلب الدنيا وأنت واسع كريم. أسألك يا ربي بقوتي على ذلك وقدرتك علي وغناك عنه وحاجتي إليه أن ترزقني في عامي هذا وشهري هذا ويومي هذا وساعتي هذه رزقا تغنيني به عن تكلفي ما في أيدي الناس من رزقك الحلال الطيب. أي ربي منك أطلب وإليك أرغب وإياك أرجو وأنت أهل لذلك وأنت أهل ذلك لا أرجو غيرك ولا أثق إلا بك يا أرحم الراحمين. أي ربي ظلمت نفسي فاغفر لي وارحمني وعافني يا سامع كل صوت ويا جامع كل فوت ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من لا تخشاه الظلمات ولا تشتبغ علي الأصوات ولا يشغله شيء عن شيء. أعطي محمدا صلى الله عليه وآله أفضل ما سألك وأفضل ما سئلت له وأفضل ما وأنت مسؤول له إلى يوم القيامة
وهب لي العافية حتى تهنئني المعيشة، واختم لي بخير حتى لا تضرني الذنوب. اللهم رضني بما قسمت لي حتى لا أسأل أحدا شيئا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وافتح لي خزائن رحمتك، وارحمني رحمة لا تعذبني بعدها أبدا في الدنيا والآخرة، وارزقني من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا لا تفخرني إلى أحد بعده سواك، تزيدني بذلك شكرا. وإليك فاقة وفقرا، وبك عمن سواك غنى، وتعففا يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا مليك يا مقتدي. صل على محمد وآل محمد، واكفني المهمة كله، واقضي لي بالحسنى، وبارك لي في جميع أموري، واقضي لي جميع حوائجي. اللهم يسر لي ما أخاف تقصيرا، فإن تيسير ما أخاف تعسيرا عليك سهل يسير، وسهل لي ما أخاف حزونة، ونفس عني ما أخاف ضيقا، وكف عني ما أخاف هما، واصرف عني ما أخاف بلية يا أرحم الراحمين. اللهم لا اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك وتصديقا لك وإيمانا بك وفرقا منك وشوقا إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لك حقوقا فتصدق بها علي
وللناس قبلي تبعات فتحملها عني. وقد أوجبت لكل ضيف قريب، وأنا ضيفك، فاجعل قراي الليل فاجعل قراي الليلة الجنة يا وهاب الجنة يا وهاب المغفرة. ولا حول ولا قوة إلا بك، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.